القانون هذا المرق مؤخرا مثل ما قلت قانون يعني جدا عنصري اللي بشكل واضح يسري فقط على الفلسطينيين ويعني بشكل استعمال حق اللي هو أساسي الحق بالمواطنة أو الإقامة لأهالي القدس اللي منها بتنبع يعني كثير حقوق تانية استعمالها عشان عقاب الشخص أكثر من مرة على نفس الفعل اللي هو تعاقب عليه يعني وتحاكم عليه. مؤخرا كان في تقرير بالصحافة عن إرهابيين يهود اللي قاموا بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين واللي باخذوا تبرعات من جمعيات مختلفة يعني من خارج البلاد والقانون لا يسري عليهم فقط على الفلسطينيين. فهو قانون يعني تمييز عنصري وتعسفي. هذا القانون أيضا يعني يتعارض مع القانون الدولي. كمان من ناحية الأهمية اللي القانون الدولي بعطيها للحفاظ على الحق بالمواطنة وعدم سحبه لما هو بترك البني آدم بدون أي مواطنة أخرى. وكمان بالنسبة لأهالي القدس يعني بشكل بتعارض مع القانون الدولي الإنساني لأنه بشكل ترانسفير ل يعني مجموعة محمية من محل واحد لمحل ثاني. القانون هذا الحالي يسري فقط على الأسرى نفسهم إذا هن ارتكبوا أعمال معينة يعني اللي مكتوبة بالقانون وكمان أخذوا هن أو حدا من عائلتهم ومعرفتهم مخصصات من السلطة الفلسطينية، لكن الترحيل هو فقط على الأسرى مع إنه في حكي على قانون تاني اللي بعاقب الأهالي كمان. يعني القانون لحد معرفتنا لسه ما تم تطبيقه بطلب من وزارة الداخلية لترحيل شخص معين، ولكن ممكن يكون استعماله بطريقة جدا واسعة بعد الإشي غير واضح. ولكن يعني من الممكن إنه نشوف إنه هو يعني مجرد كونه بعرض للتهديد وللخطر حقوق أساسية للفلسطينيين دائما بحطهم بموضع إنه ممكن جنسيتهم أو الإقامة تبعيتهم تنسحب ومكانتهم دائما مهددة، يعني واضح إنه مختلف جدا عن الوضع لليهود. ففي هون نظامين حكم مختلفات، هذا مجرد هذا الـ يعني الجانب هو جدا سيء وجدي. وكمان ايضا يعني القانون حسب كيف هو مكتوب ممكن انه يطبق على كثير افعال كثير اقوال. حسب القانون اي حدا اللي اخذ اموال وكمان قام بفعل اللي هو هناك يعني مكتوب بأكثر توسع بس بالأساس أفعال اللي هي يعني بتنتهك إشي مكتوب بقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي من سنة 2016 وكمان انحكم عليه بالسجن لأي فترة زمنية. فقانون سحب القانون في مكافحة الإرهاب هو قانون جدا واسع وبنفسه كمان هو قانون تعسفي وبيشمل يعني الافعال اي افعال اللي بتنعمل من دافع ديني ايديولوجي واكثر يعني دوافع مكتوبه واللي فيه يعني تشكيل خطر على انسان او على ممتلكاته او تهديد بفعل هيك فعل. وكمان يعني مخالفات حريه التعبير عن الراي كمان ممكن تنشمل بهذا القانون. احنا حاولنا طبعا خلال مراحل التشريع انه نتعرض لسن هذا القانون ويعني ارسلنا كثير رسائل. دور المجتمعات المدنيه على الاقل المجتمعات القانونيه هو حاله تم استعمال هذا القانون ضد اي شخص يعني المحاوله يعني الاعتراض عليه بالمحكمه العليا.